عمي السلام عليكم. الدنيا مقلوبة بالعراق، وحتى بعض العرب مساندين موقف العراق، ومنتخب زامبيا اجل العراق ولعبوا عادي واشادوا بالامن بالعراق، والمفروض مقاطعة الكل شيء اماراتي تحديدا. الامارات يعني المفروض مصطفى الكاظمي يستدعي السفير مالتهم، لان هاي تضر بسمعة العراق والشعب العراقي نفسيته، ويعني هواية امور. واضح انه العراق مستهدف من قبل الامارات، هاي واضحة. على فكرة انا بحياتي ما تكلمت عن بلد عربي، بعز الازمات اللي مرت بالعراق انا كنت متهم. انه يقول لك بعض الناس ما تدري بان انا احمل جنسية اقوى بلد بالعالم يعني، واللي هو حامي الامارات اصلا وغيرها، فما محتاج انه اتملق هاي الدولة وذيك. بس عاذرهم انا، يقول لك ليش تدافع الدول العربية ذا ضد العراق؟ لكن دائما أقول لكم أكو ذيولة للدول هاي بالعراق، وأقولها أنا ما كنت أحب مصطلح ذي، لكن الدول المجاورة للعراق كلها عن بكرة أبيها عندها ذيولة بالعراق. بعضهم حتى وزراء، وبعضهم مسؤولين بالرياضة، وبعضهم صحفيين، وبعضهم لاعبين حتى. يعني بشرفك واحد يقول لك أنا ما مأمن ببيتك، من تعزمه بعزيمة او مشيه فصل نحكيها بالجلف الجنوبي، وهم اخواننا اهل الغربيه نفس المصطلحات تقريبا ما يختلفون عنه. واحد تقول له يابا تعال بديوانيتي معزز مكرم، وهاي خوش ديوانيه وعازمك على عزيمه، ما يجي يقول ديوانيه فلان ما امن بيها، يمكن السقف يطيع علي، او يمكن واحد يعتدي علي بديوانيته، مو كفو هو يحميني. زين الناس تجي وتقول له ديوانيتي فلان زينه، واحنا والدليل هذه انا يعني هاي صورتنا قاعدين بديوانيته والرجال زين ويحمي خطاره، ومع هذا هو يقول لا ما يعجبني. شلون انت تروح بعدين تودي واحد من عيالك الديوانيه هذا الشخص اللي رافض يجي لديوانيتك؟ مو معناته انه انت انسان واطي، وانت انسان ما عندك كرامه، او انك اصلا متواطئ وياه. انت يعني حديث القوم في السر ليس حديثهم بالعلن. يعني منتخب الأولمبي العراق أو منتخب الشباب ما يحضرني هسه بالضبط أي فئة، لا زال مصر عدنان درجال ويونس وشلتهم بالاتحاد يردون يرسلونه للإمارات، خيانة عظمى هاي، أو تشذبون على العالم. مستحيل الحظر يرفع إذا تودي منتخبك للإمارات بطولة ودية، لا راح يعاقبك الفيفا إذا تنسحب من عدها لا شيء. تريد المالات؟ هذه فلوس النفط وين تروح؟ كل لعبة تحزون بهالمصاري وترجعون لورا. ماكو احتكاك إلا بالإمارات، جيب لك فرق، جبت زامبيا للأول، جيب زامبيا للشباب أو الأولمبي وي أولمبيك، جيب زامبيا، جيب نيجيريا، جيب هاي دول أفريقية حتى الكونغو كلها أحسن من الإمارات. زين فأنت تودي فريقك للإمارات لوت أنت البطولة ودية، وهنا تهمبل على الناس والإمارات وكذا. فأخوان الجمهور العراقي ما أتمنى تكونون عاطفيين. أي شخص كائن من يكون مصطفى الكاظم المفروض يستخدم صلاحياته السياسية ويمنع منتخب الإمارات، ما يعاقبك الفيفا. يا أخي يا مصطفى الكاظمي أبو هيبة، شاوين هالهيبة؟ شا هي الهيبة غير الهمع معاني الهيبة؟ الهيبة أنك تستخدم صلاحيتك الدستورية وتحضر سفر منتخب العراق الأولمبي ما أدري الشباب، إلك صلاحية. كل العالم كل الدول الديمقراطية، احنا هنا بامريكا هسه اذا فريق امريكي من يضر الامن القومي او السمعة الامريكية او ما يعجب الادارة الامريكية انه يروح لهذا البلد، راح بايدن راح يمنح حضر سفر هذا الفريق بالامر الرئاسي. دونالد ترامب تدخل بنفسه الفرض اقامة كاس العالم المقبلة بعد مونديال الدوحة القطر في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، تدخل بايدن وأعلنها وهو ما يحب القدم ولا الرجال ولا مشجع للقدم، شغلته كله بالجولف رياضته المفضلة. بس الدول تتدخل رؤساها، أنت الكاظم شلون تسمح بسفر فريق عراقي للإمارات؟ شلون؟ بس قل لي شلون؟ زين هاي وحدة، وأنت عدنان درجال ويونس واحدكم يعني أنتم ما قابلين، وأعرف إذا رفع الحظر يعني تنكتب سي في تبعكم. بس المنتخب العراقي اللي هو قلت اولمبي، فين نقول اولمبي ما متاكد هو الاولمبي ليش، شلون تبدون يروح للامارات؟ شنو احتكاكا على ابو الاحتكاك؟ انا دليك وين الاحتكاك؟ الاحتكاك تجيب فرق من افريقيا، غرب افريقيا، من شمال افريقيا،
من أي دولة أفريقية، حتى السودان على مستوى الفئات العمرية أحسن من الإمارات.